اكتر من ايه، من الزيت اللي هو موجود في الايه، في المزيدة. فهناك كانت مزيدة وهنا في ايه، في مشحمة. وبكده احنا خلصنا الادوات المستخدمة في، طبعا في ادوات كتيرة، لكن احنا بنتكلم هنا على الكومن تولز او الادوات العامة المستخدمة في عملية الايه، في عملية في الصيانة الوقائية. طبعا صيانة وقائية بحتاج تنظيف، صيانة وقائية محتاج تزييت، صيانة وقائية يعني محتاج تشحيم، صيانة وقائية يعني محتاج ألحم، صيانة وقائية يعني محتاج أفك وأربط تاني. كل ديت حاجات في الصيانة الوقائية، فلك لابد أن تكون معي مثل هذه الأدوات اللي احنا ايه، اللي احنا اتكلمنا عليها. الحاجة اللي بعد كده ان احنا بنحدد ونختار اجراءات الصيانة الوقائية، او اللي هو choose preventive maintenance procedures، اللي ما هي الاجراءات المناسبة. هل كل الاجراءات، اجراءات الصيانة الوقائية مناسبة لأي حاجة؟ لا، لازم ولابد ان هي depends على الحاجة اللي انا بعمل لها preventive maintenance. يعني الحاجة اللي انا بعمل لها preventive maintenance هي بيعتمد عليها الاجراء المناسب لهذه الايه، هذا البريفنتيف مينتنس. طبعا احنا اتكلمنا على ان الاهداف، اهداف الصيانه الوقائيه او الجولز اوف بريفنتيف مينتنس، بيكون اول حاجه اهوت، اول حاجه هو تحقيق اقصى تشغيل لاوقات الانتاج واستخدام التسهيلات المتاحه باقل تكلفه، فالمساعده في خلق ظروف، هيلب كرييت سيف وركينج كونديشن، مساعدة في خلق ظروف عمل آمنة لكل الأقسام الإنتاجية وطاقم الصيانة، وذلك بالمحافظة على معايير الصناعة التي يجب أن يلم بها جميع العاملين بقسم الصيانة. علاوة على ذلك، تطوير مهارات طاقم الصيانة من خلال برامج تدريبية متخصصة، تدريب العاملين على الماكينات للقيام بعمل الصيانة الوقائية اليومية، وكذلك الإلمام بتصليح الأعمال البسيطة التي قد تتعرض لها المكنات دون الحاجة إلى استدعاء طاقم الصيانة. طبعا عشان أقوم بهذا الكلام ماشي، كان لابد عشان تتحقق أهداف الصيانة الوقائية، فلا بد لها من أساليب، لابد أن يكون في طرق ماشي. أول طريقة، ضرورة اتباع تعليم المنتج بخصوص أعمال التشغيل والصيانة. اي آلة او اي ماشين او مثلا موتور او اي جهاز، على طول هو بيديني فيه البنفلتس بتاعته او في الداتا شيت بتاعته هاو تو دو بريفنتيف مينتنس، ازاي اعمل الصيانة الوقائية لهذا الايه، لهذا الكتاب. وبالتالي اول حاجة انا بعملها لازم ولا بد اني اتبع التعليمات، الفولو انستراكشن او الفولو دي برودكت انستراكشن ريجاردنج اوبريشن اند مينتنس، ضروره اتباع تعليمات المنتج بخصوص اعمال التشغيل والايه والصيانه. ثاني حاجه، اجراء عمليات الصيانه الوقائيه على الالات والمعدات، او كوندكتنج بريفنتيف مينتنس اوبريشن اون ماشينز اند اكويبمنت تو بريفنت malfunctions، او عشان امنع حدوث اعطال، وكذلك الوحدات باكملها بعد اشتغالها. يعني انا بعمل صيانة عند خط انتاج وبعمل صيانة وقائية على خط الانتاج ده، فانا بعمل صيانة وقائية على كل وحداته، ومن ثم ابدأ اعمل كأني كده انا عملت الصيانة الوقائية على كل خط الانتاج، ثم ابدأ اشغل خط الانتاج كله مرة واحدة بحيث اشوف لو في اي مشكلة معينة. طبعا انا بحط تايم تيبل الصيانة الوقائية دي بعد عدد معين من الساعات او عدد محدد من المنتجات، بعد فترة التشغيل اعتمادا على توصية الشركة المنتجة او المصنعة، توصيات الفحص الهندسي لاجراء عملية الصيانة والتصليح كلما كان ذلك ضروريا لاعادة تلك الاجهزة والمعدات الى الوضع التصميمي. زي ما قلنا اني مطلوب اني في يكون جدول عملية الصيانة الوقائية والبريفنتيف مينتنس، لازم يكون لها سكيدولينج او جدولة معينة، بحيث اني اعمل جدول لهذه الايه، لهذه الصيانة كل اسبوع مرة، كل اسبوعين مرة، كل ثلاثة مرة، كل ثلاثة اسابيع. الديبنس على البرودكت انفورميشن او البرودكت انستراكشن. وطبعا انا بعمل الكلام ده عشان اعيد الماشينز او خط الانتاج بتاعي الى الوضع التصميمي اللي كان جاي، الى اللي كان جاي.